السلام عليكم. علي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ، لو سمحت عايز اسالك سؤال. مبارك، تفضل. بقول لحضرتك، يعني انا اتجوزت. تزوجت مش اتجوزت؟ أيوة. تزوجت. فالمهم جوز واحده جارتي. تزوجت زوجة واحدة جارتك؟ وهي ما تعرفش، انا كده ظلمها. انت غشاش انت وزوجك، يعني كده في ظلم، في غش، في غش. انت ترضي زوجك خلاص اتجوز، تزوجك الان اتجوز واحدة جارتك تاني وما انت ما تعرفيش؟ لا، ما هو هيقول لها. طيب وانت ليه ظروف اليومين ضمت، فمش هينفع نقول لها. ليه؟ لماذا؟ ايه؟ لماذا؟ عندنا ظروف، احنا ما قلناش لحد. لازم تقول لحد، ما في ناس عارفة. اعلنوا الزواج، اعلنوا النكاح. ماشي، بس هي ما تعرفش، يعني عشان هي حامل وكده فهي ما تعرفش. بس يعني من أين الخبر عنها حتى لا تجهض لغاية ما تولد؟ اذا كان دنيتكم يعني، ايه؟ اذا كانت هذه نيتكم لكم نيتكم، لكن الناس تعرف. ما هي دي النية، احنا انا برضك خايفة عليها، فانا ما رضيتش اقول لها، يعني ما رضيناش طيب اقول لها لغاية ما تقول. طيبة جدا يعني، رؤوفة. ايه؟ رؤوفة انت، يعني من تزوجتي زوجة جارتك انت رؤوفة يعني. هو مش ربنا اللي محلل الجواز؟ ما حلل، هو حلل الاعلان. ما الاعلان موجود، بس هو ربنا حلل الجواز. انت تزوجتي بولي ولا بدون ولي الاول؟ بولي. الحمد لله. إيه؟ سجلت الحمد لله انه بالي. سجلتم الزواج؟ الحمد لله حمدا كثيرا ايضا. خلاص ان شاء الله لما تولد تخبروها ان زوجك تزوج عليك. بس هو كده في ظلم، انا كده ظلمها؟ لا مش هنقول ظلم، خلاص يعني. خلاص مش ظلمها، ليست بظلمها، الا اذا كنت بقى دخلت البيت عندهم وغزلتيه وغزلك والعمليه لخبطت يعني. في على العموم عفى الله عما سلف والزواج صحيح، واذا ولدت ان شاء الله اخبروها ان زوجك تزوج عليك. السلام عليكم. ايها العابر، ماذا عندك؟ ماشي. طبعا اتصالات النساء لبعضهن البعض لن تجد امرأة تنتصر لها، لكن الانتصار سيكون للأولى، لكن مفترض ننتصر للشريعة. السلام عليكم.